السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امج اوتو. اليوم ان شاء الله جينا لكم فيديو جديد اللي غنقترحوا عليكم فيه بعض السيارات اللي المبلغ ديالهم 30000 درهم او 3 ديال المليون. بزاف ديال الناس عندهم 3 ديال المليون وما عارفنش اش من سياره يقدر يشري. هادشي علاش درنا هذا الفيديو، باش تعرف راسك من رجليك. كيف كتعرفوا 3 ديال المليون مبلغ ماشي سهل، لذلك خاص الانسان يشري ويختار شي سيارة تكون مزيانة وتكون راس السوق. قبل ما نبداو بأول سيارة، خاص تعرف باللي 3 المليون ما غتجيبش لك شي حاجة مزيانة في مازوت. هذاك الشيء علاش غتاخذها ايسونس باش تاخذ شي حاجة مزيانة، حيت راكم عارفين المازوت غالي. على بركة الله نبداو بأول سيارة اللي هي البيجو 106 اللي معروفة بالشينوية. فيها 3 ديال الأنواع ديال المحركات، فيها الان لتر وفيها 1.1 لتر وفيها 1.2 لتر، كلهم مزيانين. ومن الاحسن تاخذ الموتور ديال 1 لتر صغير وما كيكونسوميش. هاد السياره عمليه اقتصاديه ومريحه بالنسبه للمدينه او الباديه في حال في حال. بالنسبه للضريبه ديالها 350 درهم، فيها 6 ديال الخيل او 7 في حال في حال. وبالنسبه للاسيرونس ديالها 2400 درهم ستوندار. ممكن الانسان يسافر بها ماشي مشكل، الكاروسري ديالها صحيح. المهم هاد السياره عمليه اقتصاديه وديال الدرويش. بالنسبه للكوفر ديالها ما كبيرش بزاف، المهم قاضي الغراض. هادشي اللي كاين بالنسبه للسونسيس. والثمن ديالها راه معروف 30000 درهم او اقل على حساب الصلاح ديالها. سبسكرايب يا غنيم. دوزو للسيارة الثانية واللي هي الميغان اسونس. هاد السيارة اللي كتوفر على جوج ديال المحركات، كاين اللي فيهم الانسيس وكاين اللي فيهم الانكات. حاولوا تبعدوا على الانسيس وخذ ليك الانكات اقتصادية، لا من حيث الاستهلاك ولا حتى من حيث الوراق ديالها. بالنسبة للموتور انكات كيكون فيها 7 ديال الخيل 350 درهم في الضريبة، وبالنسبة للموتور ديال 8 الخيل كتكون فيه 650 درهم في الضريبة. ردوا البال لهذه المسألة، هذه المسألة خاصكم تردوا لها البال. والميزة اللي كتميز بها الميغان وهي الكونفور أو الراحة، وحتى الكوفر ديالها راه واسع. وكاين فيها جوج ديال الموديلات، كاين الكوبي وكاين الطويلة البرلين. المهم الإنسان يركز على الأنكات وما ياخدش الأنسيس. بالنسبة للصالون ديالها رائع ومريح مقارنة مع الثمن. السيارة مزيانة بالثمن 30000 درهم أو 3 ديال المليون بالنسبة للعائلة أو جوج ديال الأشخاص. بالنسبة للثمن راه كتلعب ما بين 28000 درهم أو 30000 درهم، تقدر تلقى أكثر ولكن المتوسط هو 30000 درهم أو 3 ديال المليون. ندوزو للسيارة الثالثة، أوبل كورسا 1998. فيها موتور إيسونس 1 لتر ولا 1.1 لتر. الموتور ديالها صغير واقتصادي بزاف. سيارة رائعة وعملية داخل المدينة وحتى خارج المدينة، فيما مشات تاكل معاك الطونو الحرور. هاد السيارة كتوفر على 5 ديال الخيل أو 6 ديال الخيل. بالنسبة للضريبة 350 درهم وفي لاسيرونس 2400 درهم ستوندار. كيف ما كتشوفوا السيارة متينة، صنع ألماني. هذه من بين السيارات اللي كنفضل وكان نقترحها عليكم. وتقدر تلقى ثمن قل ولكن 3 مليون غتجيب لك شي حاجة طوب. والمشكل الوحيد اللي فيها هو البياس دروشونج ديالها أو قطع الغيار. إلا كنتي في الدار البيضاء ما غتلقاش مشكل، يعني في خارج الدار البيضاء الناس كيلقاو مشكل، في قطع الغيار ما كيلقوهمش. هذا ما كان الإخوان، إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتراك في القناة باش ديما يوصلكم الجديد. وبالنسبة للإخوان الأوفياء ديالنا كنشكركم على الدعم ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.